Rasha Morgan is a textile artist that I met in Cairo, who works with her children to produce one-of-a-kind marble-printed silk scarves. Just over 2 years ago, she suffered from the catastrophe of her workshop burning down, along with many of her handmade pieces of artwork. Yet she is here today, proudly talking about how continuing her art helped her through the trauma and allowed her to build an even stronger brand for herself. We're currently in northern Cairo, and I'm about to go and meet a textile artist called Rasha Morgan, who I met in a market just a couple of days ago. She showed me her shop where she makes a lot of silk scarves, and she very kindly invited me to go and visit her workshops, which is in her house. She's going to show me her creative process and talk about why she's passionate about what she does. So it's very kind of her to invite me. We're going to go and walk just 10 minutes away to her house and see what she does. رشا مورجان، أنا فنانة تشكيلية، درست الطباعة اليدوية للمنسوجات من 2012، وأنا كنت بحاول ألاقي دايماً بحاول إن أنا أدخلهم معايا. هو المصريين بيحبوا قوي الفن، بيحبوا قوي الألوان. أنا سبتهم يلونوا براحتهم على الحيطان وعلى القماش وعلى ماتيريالز كتير. أنا كنت عندي حيطان بيرسموا عليها طول الوقت، حاجات مختلفة، مش لازم كلهم يطلعوا بيعرفوا يرسموا، المهم إن هم يطلعوا طاقتهم الفنية، والمهم إن هم يعرفوا يعملوا إيه بالفن بتاعهم. احنا كنا في كوفيد، رسمنا كتير جدا وعملنا لوحات كتيره وكنا مبسوطين، لان احنا بنقضي، انا دايما متعوده ان انا اقضي معاهم، اخلي ودروبينج تايم، فكان الموضوع جميل جدا. وبعدين حصل ان الشقه بتاعتنا اتحرقت، فكل حاجة عملناها في سنتين بتوع الكورونا كلنا، يعني حتى أولاد عمهم، حتى قرايبنا كتير، أولاد إخواتي، كل حاجة اتحرقت خالص، ما كانش عندنا ولا حاجة. الفرش بتاع البيت، الحيطان، كل حاجة، التكييفات، كل حاجة. بس يعني عديت بأولادي من إن هم يجيلهم حالة نفسية من الصدمة بتاعت الحريقة، ومن الأعاد. يعني احنا كلنا قاعدين في الكوفيد كنا بنطلع نرسم، تمام، بس بعد كده صحيح كل الانتاج بتاع السنتين بتوع الكوفيد اتحرقوا في الشقة لما اتحرقت، بس قدرنا نعمل انتاج تاني عشان احنا عارفين ان احنا نقدر نعمل تاني. ولما ابتديت بلايت كولرز عشان يخلص بسرعة، عشان يحس ان هم بيعملوا انتاج، ودي كانت حاجة رائعة. فبس الحمد لله ان كان معايا اولادي دايما بيقولوا لي الوقت الصعب هيعدي، هم كانوا دايما يقفوا جنبي. بنتي كان الموضوع بالنسبه لها صعب جدا جدا، بس لما لقيت ان انا طول الوقت متضايقه، فهي كانت بتحاول ان هي تعديني من الموقف ده. I told my kids no problem, we can do it again, we can make a lot of paintings and it's great for them. This is therapy for them. Okay. They can forget what happens in on time. And they can be happy again when we make like this, we celebrate and make a party. This piece as a scarf. They like to take it and frame it. عبد الله لما جه وقت وكنت عايزه خلاص اوقف شغلي، جه هو وعمر واصحابه ابتدوا يرسموا وابتدوا يحطوا لي الشغل تاني. فده كان موقف صعب، بس الحمد لله برضو الرسم علشان هو هوايه عندنا، فخلانا نعدي من الوقت الصعب، لان كنا بننفصل تماما عن كل المشاكل، بنقضي وقت جميل جدا واحنا بنرسم. كانت مرحلة صعبة بس الحمد لله عدت.
I have يعني أنا عندي أهداف كتيرة بالفن بتاعي. I have تعاقد مع جينيس ريكورد، قدمت في جينيس ريكورد علشان نعمل أكبر لوحة في العالم مرسومة بطريقة الرسم على الماية. الحمد لله أنا نجحت جدا في إن أنا أطلع اللوحة، بس هم لسه بياخدوا خطوات بتاعتهم علشان يوثقوا لي أو يوافقوا كمان، يعني هم ممكن بعد كل المجهود اللي عملناه ما يوافقوش على اللوحة. مرة وقت تاني كان هدف من أهدافي إن أنا أختار قرية كاملة وعلم السيدات فيها والأطفال الرسم على المية ويطلعوا منتج، وده يساعد في الاقتصاد بتاعهم. وحاليا فعلا أنا بدور على قرية ورحت كذا مكان، ابتديت ألاقي إن فعلا السيدات مستجيبين جدا وبيحبوا الرسم وبيحبوا الألوان، ودي بالنسبة لهم كانت هتبقى حاجة قوية جدا. في مرحلة البحث لسه، ولسه ما اخترناش أحسن حاجة، بس ده هدف مهم بالنسبة لي.